رجل متزوج بامرأة منذ 30 سنة وله منها بنين وبنات، ومنذ 5 سنوات تدخل إخوتها في حياتهم الزوجية فخببوها على زوجها حتى خرجت عن طاعته وانقطعت عن معاشرته الزوجية حتى أنها صارت تحتجب عنه ولا تظهر عليه ولا تكلمه. وحاول أهل الخير استجلاء السبب منها، فكان جوابها أن هذا أمر خاص بها، وبقيت منفصلة عنه حتى الآن. فبماذا تنصحها؟ لعل الله أن يهديها. حفظكم الله وجزاكم الله. أولا أرجو أن لا يكون ما سمعته حقيقة من أن إخوانها خببوها على زوجها، لأن تخبيب المرأة على زوجها من أكبر الآثام والعياذ بالله، وصاحبه معرض لمقت الله وغضب الله. فالواجب عليهم إن كان حقا أن يتوبوا إلى الله وأن يحببوا المرأة إلى زوجها بدلا من أن يخببوها عليه وينصحوها ويذكرون محاسن الزوج ويبين لها عقوبة المرأة إذا ناشدت. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة للمرأة أنصحها أن تعود إلى زوجها وإلى طاعته، وأبلغها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، وكان الذي في السماء عليها ساخرا. فلترجع إلى زوجها ولتدخل بيت الطاعة. أما بالنسبة لزوجها فلا أدري هل هناك سبب منه يقتضي أن تنفر منه أو لا. فإن كان كذلك فالواجب عليه أن يعاملها ويعتذر إليها مما جرى منه، وإن لم يكن منه سبب فالواجب عليها هي أن تعود. ويا حبذا لو يتدخل أحد من أهل الخير في الإصلاح بينهم.